أطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أطبخ مع ديدو. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة خفيفة ومليحة للصيف، اللي هما لي فيغين تاع بالفاكهة ناتوريل ولا سونتيي. هذا مكان، شوفوا المقادير. أنا يا عندي هنايا عندي كيوي، وعلى كل حال عطيتكم هذه الفاكهه بصح زعما ما تشروش بزاف، زوج حبات حبات كفيكم، كل واحد شحال افراد عائله. عندي هنا كيوي، عندي تينا، عندي عنب، عندي لي فريز، وعندي لا سونتيي. انا واش درت لهم فاكهه نورمال، هذه التينا عصرتها، العنب ولي فريز والكيوي ضربتهم ريحتهم بالبغا ميكسور. هذا ما كان، ولا تحبوا البلاندر ولا كل واحد، المهم ناتوريل، ما تزيدوا سكر، ما تزيدوا ما تزيدوا والو. هذه هي اللي ديروهم، هذاك الماء تاعهم اللي يجيهم، هذيك هي تكون الكيله. ابار اذا كنتو حابين الكيله كبيره، هذيك الا زدتوا الماء لازم تزيدوا السكر، مي حنا حنديروا الناتوريل. عندي هادوما بسكوي على كويير ولا لونغ دو شا، هذا ما كان. عندي لي بوشادوي وعندي لا دوي. ديك حنا نبداو دوك، انايا عندي هنايا كات كو كيما كنتو تشوفوا، ونبدا انا ندير واحد، وكيما ندير واحد نتوما ديروا كاع الاخرين. شوفوا عندي الكيله تاع الفخوي اللي تجيكم، ونعاود نقول لكم بلي ما كاين السكر، كاين السكر تاع الفخوي ناتوريل وكاين لا سونتيي. هذه هي الوغ الكيله، هذه نديرها هنا. نبداو بالكيوي، هاي ليك لا ميم كيله تاعها، ديروها سونتيي وتضربوها. هذا ما كان، وانا ما نقولكمش الكيله، انا نقول لكم كيله بكيله لو طون بور طون، مي نتوما حبيتو ديرو فنجان، حبيتو ديرو كيما نقولو 500 غرام، هذيك ترجع لكم. هذه هي دوك انا ندير هذه نخلطها، ومن بعد نزيد نخلط هادو لي 3 كو لي بقاو، ونعاود نولو ان شاء الله. ها مليك درنا حنايا، ضربناهم درنا خلطنا لا سونتيي بكل كو وحدو، هاوليك تاع العنب كيوي تينا وفخيز. وعندنا هذه لا 5ايام بوشادوي، سما لا بوشادوي الخامسه، لا كونتيتي الخامسه، درناها لا سونتيي سامبل بيضاء باش نزوقو بها من الفوق. دوك نبداو حنايا نوجدو لي فيغين تاوعنا، نبداو بسم الله على بركه الله. بون دوك نوري لكم انا وحده ومن بعد نكمل الاخرين. شوفوا ها مليك لي قلت لكم غاتو لونغ دو شا ولا بيسكوي على كويير ولا كل واحد لي بودوا. فوالا نديرو شويه، نبداو في تاع العنب هاي ليك، وراه جايكم الصيف فريمون، عندكم لومبارا دي شوا، عندكم تجينا كاع الفاكهه شابه وفخيش. ديروا لولادكم، ما تسحقوني ني كريم فريش ني ريان دي تو. وهديه تتوجد بالخف، وجدوها تقدروا تاكلوها، ديروها غير في فريجيدير، سينو تقدروا كاين اللي يحبها كلاصي ديروها تاني كي لا كريم كلاصي شويه في الكونجيلاتور، تجبدوها المومون اللي تكونوا راحين تاكلوا. فريمون حاجه روعه، وما تكتروش هادوما. نديرو لو فير دركا لي كيوي، فوالا فوالا هاي ليك. نزيدو اون بتيت كوش تاع غاتو، نديرو الغوز لي فريز، فوالا. او جايكم وقت الخوخ، جايكم وقت المشماش، جايكم وقت لي سوريز، فوالا فوالا. فرحوا ولادكم، فرحوا روحكم، سون جيلاتين ني ريان دي تو. فوالا لو كو تاع السكر ناتوريل تاع لي فروي، وعندكم لا كريم شانتيي. فوالا نزيدو تاع تينا هاديك، فوالا فوالا. ديرولو هكا، نجيبو لا سونتيي تاعنا بيضة ناتوريل، فوالا. نديرو اون بتيت غوزاس، ماشي حاجة، بون كل واحد يدير كيما يحب هكذا. وديرو هادي لا بتيت توش هاديك، الفاكهه اللي تكونوا درتوها الداخل ديروها هكا غير بور ديكوري، ان فيلي سيترون. فوالا
بون حنا التفاح ما درناهش الداخل باسكو على بالكم باللي التفاح يكحل ويكحلكم لا سونتيي. الا تخمو كي تحبوا ديروا هذه ديروا الفاكهه اللي ما تكحلش من بعد كيما لي بانان التفاح وكاع ايفيتي لانجاس ايفيتي. فوالا هامليك لي فيغين تاوعنا هامليك دوك نكملوا كاع الاخرين ان شاء الله ونتلاقاو على طبق التقديم ان شاء الله. ديك رانا ولينا هامليك لي فيغين تاوعنا تاع لا كريم سونتي بلي غو تاع لي فروي ناتوريل فاكهه ناتوريل ني سكر ني كولورون ني ريان دي تو. ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله ديروا هكا في رمضان السهره الصيف ان شاء الله وعلى هلاله تقدروا تاكلوها هكا فخي برك في الجدار ديروها واحد 2 ولا باش تاكلوها فخاش. لي يحب يديرها كونجولي تولي كي لا كريم تقدروا ديروها غير بيان سور الفاكهه ما تدخلوهاش. ديروها هكا لي فيغين تاعكم غطوهم بالبابي فيلم دخلوهم في الفريجيدير المومون دو سيرفير كي تحبوا تاكلوا تجبدوهم حطوا لهم فاكهه تاعهم تاكلوهم ان شاء الله بالصحه والهنا. وهذه هي هذه هي الوصفه تاعي النهار اليوم. حبيت نجيب لكم حاجه خفيفه واللي عجبو الفيديو تاعي يشترك في القناه يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يجيه غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير والى اللقاء ان شاء الله في دوت غوسيت ان شاء الله شابين وسهلين. سلام.